حيدوري حبيبي ايه معلق الحمد لله وشكرها كل من فضل رب العالمين ومساندة الجمهور لنا أكيد نجي هاي الفوز الجمهور اللي أزرنا من أول يوم البطولة لحد آخر يوم دافع وحافز كبير كان لنا داخل الملعب وخارج الملعب نجي ندخل الملعب ونقاتل من أجلهم يعني نقول هاي المباراة احنا نلعبها مو من أجل أرواحنا ولا من أجل إنه احنا كلاعبين نبرز لكن من أجل نقول حضور هذه الجماهير وهاي الناس وهاي الناس اللي ماتت وهم جايين يحضرون الملعب أكيد نهدي هذا الفوز لهم ونقول الله يرحمهم وجميع شهداء العراق والعراقيين جميعا إن شاء الله حبيبي شنو السر؟ نقول الحمد لله والشكر هذه مساعدة إخوان اللاعبين بجهود اللاعبين اللي بذلوا أقصى ما عندهم في داخل الملعب مو بس أني كل اللاعبين شفتوهم مستويات عالية أكيد هو أنت من تريد فتشي لازم تسعى وأنا دا أسعى الحمد لله والشكر اللي يريد يفرح شعبه ينطي دم بالملعب واحنا انطينا دم حتى نفرح الشعب العراقي لان الشعب العراقي نقول يستاهل الفرحه ومحتاج الفرحه نقول الحمد لله وشكر احنا كنا سبب فرحه هذا الشعب الكبير اللي عاشق كره القدم شكرا لهم لان ساندونا شكرا لهم لان وقفوا ويانا لان تعاوننا ونقول لهم الكاس جبناه لكم وفرحوا وما ريد توقفون الاحتفالات احنا كان الجمهور السبب الرئيسي في نجاح البطوله واللعبات قلت لك يعني احنا بين الشوطين مال الاضافيه بيناتنا تعاهدنا وقرانا الفاتحه انه لازم نلعب مو لانفسنا ولا لاسامي نلعب للجمهور اللاعبين جلال مصطفى ايمن مجد عطوان بايش كلنا تعاهدنا انه نلعب للجمهور الحمد لله والشكر بغض النظر عن الأهداف اللي سجلوها علينا قدرنا احنا نرجع وختمناها بالراس والحمد لله وشكر مثل كأس آسيا هذا الفوز بوابة الكأس آسيا وتصفيات كأس العالم ان شاء الله ان شاء الله بوابة الكأس آسيا والكأس العالم نبارك لكل شعبنا العراقي ولكل محب للشعب العراقي والحمد لله يعني هناك كثر في بلدان الخليج عبروا عن محبتهم وسعادتهم فنهنئ كل بلدان الخليج الذين ساهموا واليمن الشقيق الذين ساهموا في إنجاح هذه البطولة وأيضا فرحوا بفوز المنتخب على الرغم من أنه كان خصمهم العنيد الحمد لله منتخبنا العراقي توج هذا نجاح البطولة بفوز كبير وبالظفر بالكأس وهذه يعني جمعوا الحسنيين كما عبرت في أكثر من مرة